من الجزائر تنضم إلينا حدة حزام، مدير تحرير صحيفة الفجر. أهلا بك سيدتي. بداية، المعارضة، هنا نريد التحدث عن المعارضة بصفتك في الصحافة الجزائرية وجزائرية وفي الشارع الجزائري وتتابعين عن قرب، كيف ينظر الشارع الجزائري وكيف تتعامل الحكومة مع المعارضة؟ ما هي ثقل هذه المعارضة، وأيضا ما الذي تستطيع تقديمه إلى الشارع الجزائري في هذه الفترة؟ مساء الخير. أعتقد أن المعارضة هي الأخرى تجاوزها الزمن تماما، مثل السلطة ومثل هذا الأخضر الإبراهيمي الذي يتحدث لا أدري باسم من. المعارضة حاليا مشتتة، هي تحاول أن تلملم يعني شتاتها، لكنها من الصعب أن بين ليلة وضحاها أن يمكن أن تكون قوة اقتراح. لكن في الحقيقة الشارع تجاوز الجميع، ورأي الشارع هو الذي الآن الوحيد الذي يزن، وهو المعارضة الحقيقية للسلطة والمعارضة أيضا، لأن الشارع لديه مطالب أكبر مما تتصوره المعارضة ومما أكبر مما تقدمه السلطة في حد ذاتها. طيب، الشعب الذي هو في الشارع الآن، ما الذي أو من الذي سيمثله للحوار مع الحكومة أو لقيادة المرحلة القادمة؟ حاليا الشارع ما زال، الشعب الجزائري ما زال يلجأ فقط إلى الشارع وإلى الضغط بالشارع على الحكومة لتتنازل مزيد من التنازلات. وفي الحقيقة مطلبه أكبر من تنازلات، وهو رحيل السلطة الحالية بكل مساوئها وبكل من عاتوا فسادا في البلاد. لكن كيف يقدم اقتراحات؟ هذا هو المشكل حاليا، والشارع ليس متفق على من يمثله أو من يؤطره أو من يتحدث باسمه. لكن مطالبه واضحة، وهي لا للعهدة الخامسة التي استجاب لها السلطة، وأيضا رحيل كل السلطة، وهم أيضا يرفضون هذه الحكومة مهما قدمت من تنازلات ومهما حاولت أن تغازل المعارضة وتغازل الشارع وتغازل كل من هم خارج السلطة. الجمعة القادمة، ما المتوقع أن يخرج به هؤلاء المتظاهرون؟ ما الذي سيطالبون به بعد مبادرات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والاقتراحات التي قدمها وقراراته؟ في الحقيقة هم عبروا في كل الأيام الماضية أنهم يرفضون كل هذه المقترحات، ورأوا فيها تحايل والتفاف على مطالبهم. هم سيخرجون يوم الجمعة تحت عنوان جمعة الرحيل، وأعتقد أنها ستكون أضخم مظاهرة منذ عرفت الجزائر المظاهرات في هذه الأيام الأخيرة. وهم يريدون من النظام برمته الرحيل، وليس فقط تنازلات، يريدون حكومة انتقالية أو مرحلة انتقالية، بالأحرى مرحلة انتقالية لا يكون للسلطة الحالية أي اسم وأي يد فيها. وحتى هذا الأخضر الإبراهيمي الذي أتوا به ليقود هذه المرحلة مرفوض، لأنه كان دائما يغالط الشعب الجزائري ويكذب على الشعب الجزائري ويعطي بيان صحة للرئيس مغلوط، وهذا ما ترفضه المعارضة، وتطالب بأشياء جديدة، بشباب بدم جديد يقود المرحلة، يقود المرحلة المقبلة ويحضر للرئاسية المقبلة. حدة حزام، مديرة تحرير صحيفة الفجر الجزائرية، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به سيدتي.